المخاض السياسي العسير الذي تعيشه الجزائر، هل هو صراع أجنحة أم ترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة؟ ماذا تخفي حكومة سلالة؟ وهل قالت كل الحقيقة؟ كل الحقيقة للشعب؟ أي قراءة للأزمة الصامتة بين أحمد ويحيى من عام الأرندي والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد الملك سلالة؟ من يقف وراء الخرجات الإعلامية الأخيرة لمدني مزراق زعيم ما يسمى بالآي إس سابقا؟ وهل يتخوف حقيقة الجزائريون من أزمة اقتصادية قد تكون لها انعكاسات على الجبهة الاجتماعية؟ وهل ستواصل الحكومة سياسة شراء السلم الاجتماعي؟ هي أسئلة وأخرى سنحاول إثارتها في حلقة اليوم من برنامج قضية ونقاش، والتي نسعد فيها باستضافة مريم سعداني عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد. نعم، ومعنا أيضا إسماعيل معراف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. وسيكون معنا على المباشر من مقر إقامته بالعاصمة الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. نعم، ابقى معنا، سنعود إليك في عمر البرنامج اللاحق. أبدأ معك ربما مريم سعداني. المتتبع للمشهد السياسي الجزائري في الآونة الأخيرة يصطدم بالعديد من المتغيرات. يعني أحزاب الموالاة تلتزم الصمت المطبق تجاه العديد من الملفات، هناك تسريبات تتحدث من هنا وهناك عن ترتيبات ما تطبخ بين أحزاب الموالاة، خاصة بعد إجهاض أي تكتل لهذه الأحزاب تحت ما يسمى جبهة وطنية أو غيرها. البعض يتحدث عن أزمة صامتة بين قيادات هذه الأحزاب. أنت كيف تستشرفين ربما الوضع السياسي الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مريم سعيداني، مش مريم سعداني. أما فيما يخص الحالة الوضع الراهن للسياسة في البلاد، احنا كنا نبهنا بأن النظام السياسي في حالة تفكك والخوف على الدولة الجزائرية، ولحقنا إلى ما كنا يعني ننبه منه. والعلامات تفكك الدولة هي التصريحات المتناقضة حتى للقيادات في الموالاة. نعم، اللي كانوا ربما حتى في الخرجات الميدانية ربما يتكلمون بلغة واحدة وهي لغة التطميل الجزائريين. نعم، وتكذيب المعارضة. اليوم يعني حتى وإن كانوا القيادة تاعهم مثلا ويحيى اللي هو مدير ديوان رئيس الجمهورية وأحمد سلال الوزير الأول وحتى يعني سعداني يخرجوا بتصريحات متناقضة. اليوم نرى أن ويحيى يناقض سلال ويقول له أن هناك أزمة حقيقية في الجزائر، أزمة بترول، والخطاب الذي تتبناه هو خطاب شعبوي مع أنه يعني مدير ديوان رئيس الجمهورية. نعم، وسلال أمام الولاة يقول ربما إحنا الجزائر اليوم تروح للاستدانة. نعم، وزير المالية والاستدانة ووزير المالية يعارضه يقول بعد يعارضه. نعم، ويقول أن الجزائر في حالة يعني ما تقدرش تروح للاستدانة، والدعم على المواد الأساسية لن يرفع. هذا يعني. نعم، شراء بعض الشهور من السلم المدني ديسكور بخطاب مغلوط جدا. سنتحدث ربما عن الوضع الاقتصادي، لكن قبل ذلك إن صح التعبير يعني نقطة نظام. يعني نحن سبق وأن اتصلنا يعني بقيادات الصف الأول والصف الثاني لأحزاب الموالاة متمثلة في الأرندي والأفلان وحتى تاج والأمبيا، لكن للأسف الشديد كل اتصالاتنا ومحاولاتنا من أجل جلب أي من هؤلاء للحضور إلى بلاتو قضية ونقاش باءت بالفشل، ونتأسف لهذا الوضع. أعود إليك ربما سي مصباح. ربما تحدثنا عن الوضع السياسي الراهن للبلاد، يعني إن صح التعبير هو مخاض سياسي عسير، لكن لماذا تلتزم أحزاب الموالاة في الوقت الراهن صمت غير مسبوق؟ يعني شفنا تحركات لأحزاب المعارضة، شفنا خرجات من هنا وهناك. ربما الوضع الذي تعيشه أحزاب الموالاة انعكس حتى على أداء الجهاز التنفيذي، ما يصطلح عليه اليوم بتخبط في أداء وزراء حكومة سلال، خاصة أمام المعطيات الاقتصادية الحالية.
شوف أنا بالنسبة لي طبيعي. نعم. طالما أن الأزمة أصبحت على المكشوف، ويمكن السنوات العسل التي عشتها البلاد مع الأسعار البترول المرتفعة تراجعت هذا الشهر العسل، وأصبح ينشطون فيما يسمى بالموالاة. ولو أني شخصيا أنا ما أعتقدش كثيرا في هذه الموالاة، لأنهم يعرفون لا يعرفون حتى من يوالون. نعم. لأن ليس لدينا سلطة واحدة، فيه سلطات عبارة عن أشخاص يديرون مثل الشركات ذات الأسهم، همها الوحيد هو أنها تنهب من هذا الأموال هذا الشعب، وتترك هذا الشعب يتخبط في مشاكله، ومعتمدة على قراءات ومخابر أجنبية في باريس وأمريكا فقط لكي تستأسد على هذا الشعب المسكين. وبالتالي أن هؤلاء، وأنا نعرف كثيرين منهم، لا يقدر حتى أنك يجابهك هكذا مباشرة، يقول لك بأنه عندما أصعد للتلفزيون أتكلم عن خطاب، ولكن في الواقع أنا معك أستاذ معرف. نعم. وهذا شيء كارثة. لماذا؟ لأن أولا هذا السلطة تدفع لك أموال، ومن المفروض أنك تدافع على السلطة تدفع لك أموال، إذن فتمارس هذا النفاق. فعمليا أنه أيضا من مسؤوليه ومرؤوسيه ايضا يتكلمون في المكان اماكن العامه. نعم. بخطاب، ويقدمون خطاب اخر. انا ما يحرني امير، يعني الشيء اللي يقلقني هو ان عدم اعتراف من يحكم في هذه البلاد بين قوسين بالازمه الحقيقيه التي تعاني منها الجزائر بين قوسين كدوله وكمجتمع. لان اليوم وصلنا الى حاله من الانهيار الصعب، لانه اذا استمرت الاوضاع لمده سنه او سنتين، حتى لو كان جبنا ويلي براند صاحب المعجزة الألمانية، لا يمكن له أن يخرج البلاد من الأزمة هذه. من ناحية. من الناحية الثانية هو أنه الآن نشهد، لأنه حتى حزب المولات الآن عرفوا، حتى الذين تستطيعهم، ماذا سيقول إذا كان معنا في الميدان؟ ماذا سيقول؟ سيقول أنجزنا وأنجزنا 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 إلى غداك. هذه كلها أصبحت أسطوانة مشروقة عرفها كل الجزائريين إلى غداك. إحنا من 3 سنوات الجزائر بلا رئيس، والناس ترفض تفعيل المادة 88، رغم أن الوضع أعتقد أنه حل الأزمة الجزائرية لابد أن ينطلق من تفعيل مادة 88. لكن أعود إليك مريم سعيداني، ربما في هذه النقطة بالذات، يعني لو نتحدث عن الجزائر 2015، يعني عندما نتحدث عن الجزائر التي عقبت رئاسيات أفريل 2014، العديد من الملفات طفت للسطح، خاصة ملف تعديل الدستور. رأينا أنه بوتفليقة قام بتغييرات غير مسبوقة في الأجهزة الأمنية، خاصة لدى قادتها، يعني في رؤوس هذه الأجهزة الأمنية كان هناك تعديلات حكومية أثارت الكثير من الجدل، ربما تغييرات في سلك الولايات أيضا. يعني لو نتوقف عند جزئية صنعت الحدث مؤخرا في المشهد السياسي الجزائري، ألا وهي ربما عودة زعيم ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا للواجهة، من بوابة استقباله من طرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحيى في مشاورة تعديل الدستور. ثانيا إقامة جامعة صيفية دون أي ترخيص من السلطات. وثالثا المطالبة بتأسيس تشكيلة سياسية. أنتم في حزب جيل جديد، كيف تقرؤون خرجة مدني مزراق؟ من المستفيد ربما من هذه الضوضاء الإعلامية؟ نعم، ما يخفاش يعني الجميع أننا يعني عشنا صيف حار جدا، حار مش برك الطقس، ولكن حار من تحركات يعني الصراعات الحاصلة في الدولة العميقة، يعني ليتاب خوفو في الجزائر. هناك العديد من التغييرات، كاين الأجهزة الأمنية وما حصل فيها من يعني تغييرات، وإحالة الإقالة، وإحالة إلى ليغوتريت. يعني كل هذا يعني أدى إلى إحباط الجزائريين. الجزائريين في إحباط، لأنه خرجت إلى السطح وأصبح المواطن البسيط يتحدث عن هذه التغييرات، والجزائري أصبح يخاف على مستقبله، مستقبل الأولاد تاعه. نعم. في نفس الوقت يخرج لنا مدني مزراق بعقد جامعة صيفية الثانية. يعني السنة الماضية كان قام بجامعة صيفية، وهنا يطرح السؤال على سيسلال وعلى وزير الداخلية، كيف يعني يعني أحزاب سياسية معتمدة لا يرخص لها بنشاطات سياسية، وهذا الإنسان الذي يعني اعترف أمام الجزائريين أنه قتل وبأيديه دماء الجزائريين
يسمح له بعقد جامعة صيفية. نعم يعني لو نتوقف أين هي مؤسسات الدولة في هذه نعم. النقطة بالذات مريم، يعني الوزير الأول عبد الملك سلال كان واضح يعني في هذه النقطة بالذات، قال أنه تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحة. وزير الداخلية أيضا تحدث أنه لم يتلقى أي طلب رسمي، ربما مجرد بهرجة إعلامية. نعم. اسمحي لي ربما نأخذ ربما رأي الهاشمي سحنوني القيادي أو أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية لإنقاذ المحلة سابقا. مساءك سعيد مرة أخرى سيدي الكريم. حياك الله يا أخي. نعم، كنا نتحدث ربما عن عودة زعيم ما يسمى بالآيس سابقا للواجهة، الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة اليوم، وبعد يعني قرابة يعني 25 سنة من التواجد في الساحة السياسية، العديد من المحطات مرت بها. اليوم مدني مزراق يعود للواجهة ربما في محاولة للعب على التركة أو الإرث التاريخي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هو الحقيقة ما نعيشه من تجاذبات وصراعات سياسية ظاهرة وخفية دليل واضح على أن السلطة عندنا لا تبني سياساتها أو ليس لها حتى مشروع سياسي واضح، ليس لها خطة عمل واضحة، فهي تعمل بردود الأفعال. وهذا الفوضى المنظمة اللي كانت مسطورة إلى حين الآن بدأت تنكشف بسبب يبدو لي والله أعلم أن رئيس الجمهورية الآن راه في نقدر نقول في لحظاته الأخيرة وتحضير أو الإعداد لمرحلة ما بعد بوتفليقة لم يفكر فيها أحد ولم يهيئ نفسه أحد. لما جات هذه الظروف بدأ الناس يتخبطون، فمرة يشغلوننا بأسعار البترول اللي نزلت، ومرة يشغلوننا بمدني مزراق يؤسس حزبا، ومرة يشغلوننا بخلافات بين يحيى وسلال. هذا دليل أن كاين فوضى كبيرة داخل السلطة، ما كاش تنظيم، ما كاش تخطيط، ما كاش نظرة مستقبلية بعيدة. وأنا أوافق تماما يعني الأستاذة مريم والأستاذ معراف ونحييهم بالمناسبة. الحقيقة الكلام اللي رام يقولوا فيها هو كلام واقعي، وهذا هو الشيء اللي رانا عايشينه يعني الآن مع الأسف الشديد. المخرج منه لابد أن البلاد هذه تراجع حساباتها ويرجع كل إنسان، وهذا ربما نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هنا في البلاد نتاعنا صراحة الأمر نتاع السلطة والمسؤولية موسد إلى غير أهله، فلو أن أهل هذا الناس يتقون الله عز وجل لحظة في حياتهم ويعترفوا أنهم أخطأوا في حق هذا الشعب وضيعوا عليه مكاسب كثيرة جدا واغتنموا الأزمة اللي راهم الآن باقين دائما نعود نولي والمأساة الوطنية، المأساة الوطنية والأزمة الوطنية وكذا، نبقوا دائما الآن نغنيوا بها. سيد هاشمي سحنوني، فاستغلوا الظروف هذه الأمنية المتدهورة. نعم. وخدموا أنفسهم ولم يخدموا للجزائر ولا الشعب الجزائري. شيخ، لو أن هذه الناس يتقون الله عز وجل وينسحبون من الساحة ويتركون شيخ هاشمي سحنوني المسؤولية لأهلها. يا نعم. شيخ في هذه النقطة بالذات يعني نعم. عودة مدني مزراق للواجهة أو ما أسميتموه أنتم بالتخبط في أداء صناع القرار بالجزائر، خاصة أن البعض يتساءل أين هو مركز صناعة القرار في الجزائر في الوقت الراهن، خاصة أنه بعد ما يشاع الصراع بين أجهزة المخابرات والرئاسة وغيرها من التعاليق. في هذه النقطة بالذات لمصلحة من ربما عودة مدني مزراق للواجهة في هذا الوقت؟ هل عودة مدني مزراق لها ربما علاقة بترتيبات ما تطبخ تحسبا لرئاسيات مسبقة أو تحسبا لمرحلة جديدة؟ قد يكون هذا الرأي صواب، لكن أنا الذي أراه أن ما كان لا طبخة راهي تطبخ ولا والو، كاين فوضى راهي تمشي في البلاد هذه، وكاين ردود أفعال آنية، كل واحد يدير رد فعل بناء على الموقف اللي يشوفه اللي يسمعه، فما يحدث يعني يجلب ردود أفعال. الناس راهي تدير في ردود أفعال، أنا مانيش نشوف بلي الناس راهي تخطط ولا راهي تبرمج ولا راهي تعد ولا
الحقيقه راهي فوضى. كل مره تصرى لنا خرجه من الخرجات هذه اللي راك تذكر فيها وغيرها كثير، هذا دليل باللي ما كانش تخطيط، ما كان حتى شيء، راهي فوضى في البلاد هذه مع نزول سعر البترول. يعني انكشف الغطاء، السيطره اللي كانوا دايرينها هي المال اللي كان متوفر. نعم. يشريوا به السلم الاجتماعي، يشريوا به الذمم، يشريوا به العقول تاع الناس. الان المال راح، وبالتالي كشف السيطار وكشف الغطاء. نعم. وبدات العيوب تبان وما زال تبان عيوب اخرى. نعم، سنعود اليك، ابقى معنا الهاشمي سحنوني احد مؤسسي الجبهه الاسلاميه لانقاذ المحظوره، كنت معنا على المباشر من مقر اقامتكم بالعاصمه، سنعود لك في باقي عمر البرنامج. سيد اسماعيل معرف، في هذه النقطه بالذات استمعت ربما لوجهه نظر احد قيادي الفيس المحل، يعني وكانه هناك اجماع على انه الجزائر تتجه نحو المجهول، إن لم نقل الجزائر داخلة في حيط كما يقال بالعامية. خليني فقط نعلق على أشياء، لكن في الجانب الاستراتيجي، لأن كثير يعتقدون بأن الجزائر موجودة في جزيرة معزولة. لا، الجزائر موجودة في عالم تقوده قوى فاعلة منتجة للأفكار، منتجة أيضا للمخابر التخطيط والاستراتيجيات إلى غير ذلك. ومن غير الطبيعي من الغباء أنه تترك الجزائر هكذا تشتغل بمفردها بدون أن يكون هناك وصاية، هناك دفع باتجاه مسار معين أو اتجاه معين. أنا أعتقد يا أمير أنه الآن فيه مخابر تشتغل، وفي أيضا نعم. تحضير لفترة ما بعد بوتفليقة انطلقت منذ سنة. نعم. صراحة، وأعتقد أنه الآن ربما مسألة الخلافات هي ارتقت نوعا ما وطفت على السطح إلى غدك، وأصبحنا أمام معسكرين لابد أن نتكلم عليه بشكل واضح. حتى نبقى في هذه النقطة بالذات، نحن نتحدث الآن ربما عن عودة مدني مزراقي، نتحدث في هذه النقاط، يعني حتى لا نشخص يعني الأمور أنا فقط. شوف، أنا أتكلم من جانب الاستراتيجي، وقال نعم. الآن نقول لك، لأنه شخصيا أنا مانيش ضد عودة مدني مزراق للساحة السياسية ويدير حزب سياسي. لا يعني حتى لا نبقى يعني في باش نقول لك، تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأسباب موضوعية. نعم. أسباب موضوعية وانحيادي، لأن من قام بتوقيف المسار الانتخابي هو الذي أيقظ الإرهاب في الجزائر، وهو المسؤول على كل الأرواح. هذا يبقى هذا رأي، ربما رأيك الشخصي، رأيك صح، لكن حتى نكون. فأنا جاي أستاذ لأنه الآن الصراع كيف؟ الصراع كيف؟ في ملفات، في ملف الإرهاب وفي ملف الفساد، والجناحين شفت فيلم الرسالة، اخرجوا ما عندكم نخرج ما عندنا. والآن الصراع، من هي الجهة التي الآن يتصارعون من أجل إقناعها من تتدخل لكي تعيد المسار والقطار إلى السكة؟ هي باريس. والان نقول لك بان فيه الان ملفات كثيره مطروحه على مستوى هذا الدوائر في العالم الى غدك، لاختيار من سيحكم الجزائر ربما بعد 2016. المعلومات انه لابد تكون في النصف الاول من 2016 انتخابات رئاسيه مسبقه، واحده اثنين، لانه احنا الجزائر بلد موقع جغرافي متميز، امكانيات طاقويه كثيره، وعكس ما يعتقدون الكثيرون بانه مش عارف انهيار سعر البترول وكذا الى غدك. هذا فيلم اسطوانه. انا كان عمري 10 سنوات، عمري 50 سنه، قالوا لي بعد 40 سنه البترول يروح. هل البترول راح؟ ولن يذهب البترول. من المفروض لا نتكلم على البترول لي بيزمون دي بترول، نورمالمون نتكلم على لارجون اللي يجوا من البترول، اين ذهبوا؟ وستبقى هذه الثروه لان هبه من الله ما جبناهاش، وهذه هذا منتوج لو عرفنا كيف نستغلوه في الفلاحه وفي الصناعه وفي السياحه لحولنا هذا البلد الى بلد متقدم اقتصاديا الى غد. نعم، في هذه النقطه مريم سعد. نفس النقطه. نعم. في نقطه يعني مقبل قلت باللي سلال قال باللي لن يمنح الاعتماد لمزراق للقيام بحزب سياسي ما الى ذلك. انا نسقسي سلال، حبيت نطرح عليه سؤال، كيف لدوله يعني قائمه بذاتها انها لا تعرف بان هناك يعني اجراءات من اجل عقد جامعه صيفيه. نعم. والتقاء مجموعه، يعني على الاقل يكون هناك رخصه ولا ترخيص. حنايا كي نديروا عمل جواري لي سيرفيس يقفوا على راسنا، هذا في عمل جواري فقط يقوم به. ثانيا، كان سي ويحيى عندما اجتمع مع النواب تاعو قال ان الخرجه نتاع مدني مزرق ربما تكون بإعاز من جهه ما، بما انه هو يعني مدير ديوان في رئاسة الجمهورية. احنا حبينا نقولوا له، يقول لنا بإعاز من؟ ربما عنده معلومات. نعم. إلى خرج قدام النواب يقول هاك، احنا نحب نقولوا له قول لنا بإعاز من خرج. أنا نقول
كما قبل بديت في المقدمة قلت بلي أن الجزائريين في إحباط لما يحدث يعني في الدولة العميقة من صراعات على الكرسي من أجل يعني كسب بعض الوقت من أجل إكمال العهدة. هنا يقوم النظام بتخويف المواطنين بعودة مدني مزراق وبعودة سنين الإرهاب، ولأنه في الذاكرة في ذاكرة الجزائريين القريبة، لأنه هذا الشيء ما عاشوش الجزائريين منذ 50 سنة، في سنوات التسعينات نعم. فقط ما يزال في الذاكرة من أجل تخويف الجزائريين والتغطية على الأشياء المهمة، وهي انهيار أسعار البترول و800 مليار دولار التي صرفت يعني راحت في الهواء، ولم يبنى اقتصاد ولم يتم تنويع الاقتصاد، وهنا الأزمة الحالكة. واليوم وزير المالية يقول بليك نحتاج إلى أموال الجزائريين. نحب بزاف نهضروا على قانون المالية التكميلي. سنعود بتفصيل الشأن الاقتصادي فقط حتى نغلق ربما باب نقاش حول عودة مدني مزراق وغيرها من تداعيات هذه القضية. أعود إليك شيخ الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، لا أعلم إن كان معي الآن. نعم هو معي الآن. نعم. شيخ سحنوني، ربما استمعت إلى العديد من وجهات النظر تتمحور حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد. برأيكم بعد فشل كل المبادرات السياسية، فشل كل مبادرات الأحزاب الإسلامية وأيضا أحزاب التيار الوطني وغيرها وتنسيقية الانتقال الديمقراطي وكل ما طرحت، يعني وصلنا إلى طريق مسدود، حتى مسودة تعديل الدستور كنا نتحدث عن دستور توافقي، اليوم تعديل الدستور ربما لم يعد في صلب اهتمامات الجزائريين وحتى في أولويات صناع القرار. برأيكم ما هي آليات التغيير السلس للوضع القائم الآن بالجزائر؟ والله شوف يا أخي، هو الفشل نتاع كل هذه الأمور اللي ذكرتها وهذه المشاريع اللي فشل، لأن الأرضية السياسية الأرضية الاجتماعية الأرضية الاقتصادية اللي أوجدتها هذه السلطة الفاشلة هي اللي كانت سبب في فشل كل هذه المحاولات وكل هذه المبادرات. ولو كان يبقى الوضع على ما هو عليه الآن ستفشل حتى المبادرات القادمة، راح تفشل يعني. لذلك فينبغي أن الناس اللي راهم في السلطة يعترفوا أنهم فشلوا في مهامهم، ولازم التغيير هذا، لأن التغيير هذا الآن راح يكون يعود بالفائدة على الجزائر والشعب الجزائري، ويعود بالفائدة حتى عليهم هم أنفسهم، لأن الوضع هذا إذا كان استمر يحين هم ثاني ينضروا من بعد. بالك بعض الناس يقول لك لا هم داروا ثروات، والله ما تنفع لا ثروات ولا أي شيء. نعم. إذا البلاد ضاعت يضيعوا حتى هاد المسؤولين. ولذلك فلا بد أن يلتقي الجميع، وأنا نقول يلتقي الجميع، يلتقي العقال، لأن الناس اللي نهبت وسرقت وقتلت ودارت وعملت هذه ما يعني ماهوش منتظر منها الخير أبدا، يلتقي الناس اللي أبرياء اللي ما تورطوش في الماضي لا في اختلاس أموال الأمة ولا في تدمير اقتصادها، ولا يجتمعوا هذا الناس ويعني يقترحوا اقتراحات، كل واحد يقدم واش عنده من وجهة نظر نتاعه، ثم يتفقوا على مخرج يعني يلتزم به الجميع. نعم. حتى إن شاء الله إذا جاء التغيير هذا بعد رحيل بوتفليقة، إذا جاءت هذه المرحلة نكون محضرين أنفسنا باش نخوضوا هذا التغيير بنجاح، لأن التغيير من أجل التغيير مانيش نشوف يعني فيه خير كبير. ثم تغيير الأشخاص برك يعني الفكرة تبقى، والآن راكم تتكلموا على صراع بين الدياراس والرئاسة، يا ليت هذا الصراع كان من أجل الشعب الجزائري، كان من أجل الجزائر، شكون يخدم الجزائر أكثر وشكون يحقق مصالح أكثر. هذا صراع بيناتهم على مصالحهم هما فقط دون يعني إقامة أي اعتبار لمصلحة الجزائر ومصلحة الشعب الجزائري. فالصراع لن يزيد طينا إلا بلع، ولن يزيد إلا فتنة في هذا البلد. وإذا لم نتدارك الأمر بسرعة، الأستاذ معراف يقول سنتين، أنا نقول بلك 10 شهور 8 شهور بزاف يعني، لكان بقينا في الوضع هذا تنهار الدولة وينهار كل شيء يعني، راح ينهار الاقتصاد ونضيعه. إذا لابد أن نتدارك بسرعة قبل نهاية هذه السنة، لازم نكون أخذنا قرارات اللي هي تصب في مصلحة البلاد. نعم. في مصلحة الشعب الجزائري، ويتخذها العقال، نأكد على هذا، ما مش الناس الانتهازيين اللي كل مرة
هما اللي يديروا المشكل وهما اللي يحاولوا يحلوه، كل مرة هما اللي يديروا الفتنة وهما اللي يديروا روحهم يعالجوا فيها. هذو الناس خلاص انتهوا الآن، لابد أن يأتي غيرهم ويتقدم للمسؤولية، وهما الناس يعني اللي فيهم الخير، هذو اللي نتوسم فيهم أنهم يلقاوا الحل المناسب للبلاد هذه. نعم، الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية لإنقاذ المحظورة المحظورة، كنت معنا المباشر من مقر إقامتكم بالعاصمة، شكرا جزيلا لك. عفوا يا سيدي وبارك الله فيك. شكرا، أعود إليك سيد إسماعيل معرف. يعني ولو على عجالة فقط قبل أن نأخذ فاصل، يعني الحكومة تقول أنها تقول كل الحقيقة للشعب حول الوضع الاقتصادي للبلاد، تقول أنها ربما تذكرنا بما تسميه بحصيلة الإنجازات المحققة خلال 15 سنة الأخيرة على الأقل. مريم تحدثت على أكثر من 800 مليار دولار ربما صرفت على خلال العهدات الأخيرة للرئيس بوتفليقة. برأيكم لو نسير على هذا الوضع اقتصاديا وسياسيا، هل حقيقة الدولة يمكن أن تنهار؟ يعني البعض يقول لماذا كل هذا التشاؤم؟ الجزائر كانت عايشة والبترول بعشرة دولار، الجزائر كانت عايشة، يعني دول أخرى أقل مداخيل من الجزائر لكنها عايشة عادي. لا شوف، أولا نقول لك أنا تكلمت على الحكومة. نعم. نعطيك ربما حقيقة والمشاهدين صادمة، أنه حتى الحكومة مش عارفين المعطيات الحقيقية للبلد، وهذا أفظع شيء. هي بالاستشراف. لأن أنت لما تكون وزير أول أو وزير في قطاع لغدك ما تعرفش حتى المعطيات تاع القطاع، حتى انت تحتاج الى من ينورك، هل ستتخذ قرار كذا كذا؟ يقول لك لا ما تخش، الان تطلع قول في التلفزيون كذا، من هذا يقول؟ اليوم اصبحنا في دوله تشبه المافيا، لانه ما تعرفش من هو المسؤول، من هو صاحب القرار، لانه الجزائريين الان مش عارفين من هو صاحب هذا. سنجيب عن هذه التساؤلات، لكن قبل ذلك مشاهدينا اينما كنتم فاصل قصير ولن نعود، لا تذهبوا بعد. حسني صغير فنان لطالما أحبه الجمهور الجزائري، قصته مع الأغنية الرايوية، دخوله عالم الغناء، مشواره، علاقته مع الشاب حسني، ألبومه الجديد. أنا بديت صافي، بديت بسواري، بديت نخدم بسواري في 1992 ديبي 1993، تلاقيت ديال لابومييغ فوا تاعي كشغل بانيكيت شوية باسكو تلاقي مع حسني هذاك الوقت كان. كل هذا وأكثر تشاهدونه قريبا. مشاهدينا اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم معنا الى الجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش، وكما تابعتم في الجزء الاول سلطنا الضوء على الوضع السياسي الراهن بالبلاد، هل حقا نتجه نحو المجهول واي سيناريوهات مطروحة للمرحلة القادمة؟ قبل أن نبدأ النقاش في الجزء الثاني مع مريم سعيداني القيادية وعضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد، وإسماعيل معراف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، نرحب بمعاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني. أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا، اهلا وسهلا بك وبضيوفك. سأعود اليك بعد لحظات معاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن الافلان. ربما اعود اليك مريم سعيداني، كنا نتحدث عن لغة تشاؤمية إزاء مستقبل البلاد، يعني حكومة سلال أربعة تقول أنه كل شيء على أحسن ما يرام، يعني حتى أنه الدولة مصممة على ممارسة نفس النهج المتبع، مشاريع عدل يعني تحولت إلى أولوية لدى صناع القرار وكأنها مسكن لربما جبهة اجتماعية تنتظر شرارة فقط في هذه النقطة بالذات. يعني حزب جيل جديد ربما يرسم دائما صورة سوداوية عن الوضع بالجزائر، لكن الدولة تقول أنها مصممة على مواصلة سياستها الاجتماعية. هذه مغالطة أن جيل جديد عنده نظرة سوداوية. حزب جيل جديد عنده خطاب جد موضوعي، يقول الحقيقة، يعني يسمي الأشياء بمسمياتها. يعني الوقت عطانا نزادوني غيزو، عطانا يعني بليك الهدرة اللي كنا نهدروا فيها صحيحة. الدليل على ذلك هو أن يعني حتى في البلاطوهات التلفزيون كان دائما في المقابل تاعنا اللي يهدر على الإنجازات،
وانت ياك هدرت اليوم قلت باللي احزاب الموالات رفضت تجي لانها اليوم راهي في مقابل الواقع الذي فرضه تراجع اسعار البترول، ان الجزائر في ازمه خانقه، والدليل على ذلك فيما قبل هذا فيما يخص ما يقوله سلال، انا اقول انه يقول كذب وكذب وكذب، هو يكذب على الجزائريين، والدليل على ذلك هو قانون المالية التكميلي. نعم. اولا نهضر على قانون المالية التكميلي في الشكل تاعو، هو قانون يعني اكبر من قانون المالية الذي يعني بالمفروض ان القانون المالية التكميلي هناك تعديلات جزئية وبسيطة. نعم. على قانون المالية. اما ما حدث هو انه قانون المالية بما ان خزينة الدولة بدأت تفرغ، هنا جاءت إجراءات منافية حتى للأخلاق من أجل يعني تغطية العجز الميزانية اللي راه فيها الدولة اليوم، والدليل على ذلك أنه هنا نريد التأسيس إلى غسل أموال مقنن، يعني كل مافيا في العالم حلمت بذلك والجزائر اليوم تطبقه. أنا اليوم أسأل البرلمانيين، كيف يعني يسمح البرلمانيين أن قانون مالية تكميلي بمثل حجم القانون المالية اليوم لا يدخل للبرلمان ولا يناقش في البرلمان؟ وهنا يعني نتحدث مع الوزير الأول، قوانين المالية التكميلية هذه يعني كفانا منها، حكومة التي لا تستطيع الاستشراف بسنة مالية واحدة لا نريد حكومة مثل هذه. سنأخذ رأي معاذ أبو شارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والقيادي عن حزب جبهة التحرير الوطني. مساءك سعيد مرة أخرى سيدي الكريم. مساء الخير، مرحبا. إذا يعني كنتم على موعد قبل أسبوع يعني مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يعني عدة ملفات طرحت. الوزير الأول عبد الملك سلال عندما نزل يعني لقبة البرلمان رسم ما يشبه حصيلة إنجازات، لكن لم يطرح بدائل ربما مثل ما كان يتمنى الشارع الجزائري، خاصة أمام الوضع الاقتصادي الراهن. يعني البعض يتساءل لماذا لا تقدم الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الأخيرة حصيلتها أمام البرلمان؟ الأخ أحمد، مساء الخير. مساء الخير لضيفيك. حينما تقدم الوزير الأول إلى المجلس الشعبي الوطني في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، قام بإعطاء مقاربة حول الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر، وهو لا ينكر بأن هناك أزمة قد تطال الجزائر في السنوات القليلة القادمة، وعلل بذلك أن هذه الأزمة البترولية التي ضربت الكثير من دول العالم، علينا أن نعلم بأن أول مصدر للنفط في العالم وهو السعودية قد قام في الآونة الأخيرة بتعديل موازنته المالية من أجل إيجاد الحلول لهذه الضربات المتتالية للاقتصاد سواء في السعودية أو في الجزائر. نعم. حينما نتكلم عن الوزير الأول، الوزير الأول لا يحمل في يده خاتم سيدنا سليمان. الوزير الأول حينما تكلم عن الأزمة هي الآن حديثة بالنسبة للجزائر، هناك الكثير من المدخرات لدى الجزائر، وباستطاعتنا إذا ما فعلنا ترشيد الأموال العمومية وضرورة إنفاقها لما هو لازم، علينا أن ننمي الاقتصاد ونجد اقتصاد مجدي في أسرع الأوقات، وعلينا أيضا أن نفتح باب الاستثمارات. نعم سيد معاذ بوشارب، في هذه النقطة بالذات سيد معاذ بوشارب، ربما وأنتم كشريك رئيس للحكومة بحكم أنكم يعني القوة السياسية الأولى للبلاد وسواء حتى في المجالس المنتخبة محليا ومركزيا، البعض يتساءل وأنت تتحدث يعني بهذه اللغة، ماذا كانت تفعل الحكومات طيلة السنوات الأخيرة حتى نصل اليوم يعني على الأقل بعد 15 سنة لنرسم ورقة طريق جديدة وغيرها؟ لا، هو ليس رسم لورقة طريق جديدة، لأن الحكومات المتعاقبة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الأخ عبد العزيز بوتفليقة قامت بعمل جبار وعمل ظاهر للعيان، ولا نريد أن نسود صورة
بهذا المنطق من التشاؤم المفرط. نعم نحن نعيش أزمة وهي أزمة حقيقية موجودة، ولكن طريقة العلاج يجب من الآن فصاعدا أن نؤسس لدولة لا تعتمد على الريع البترولي. هذا أمر أصبح من الماضي، علينا الآن أن نقف وأن نواجه الأمور على موجوداتها وعلى حقيقتها، لأن الكثير من الناس كانوا يتنبؤون بأن هناك أزمة ستعصف بالجزائر وبالدول المصدرة للنفط. الآن نحن أمام معضلة، هذه المعضلة يجب أن نعالجها بما هو لدينا من أموال الآن. إذا ما استمرنا في سياسة الإنفاق من دون رشادة، من دون الوقوف على حجم الإنفاق بالمقابل لحجم الإنجازات وكذلك تطوير الاقتصاد، فلا يمكن أبدا أن نخرج من هذه الأزمة. الآن الجزائر عليها أن تقوم بمبادرة سليمة واضحة المعالم من أجل الخروج وبصفة قطعية من التبعية المحروقة. نعم سيد معاذ بوشارب، ابقى معنا، سأعود إليك بعد لحظات. سي إسماعيل معرف، ربما استمعت لوجهة قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يتحدث ربما عن إنجازات حققت في المرحلة السابقة، اليوم نتحدث عن ترشيد للنفقات وغيرها. الجزائر ليست بمعزل ربما عما يحدث في العالم، عندما تستمع لهذا الخطاب ماذا تقول يعني؟ والله لا أريد أن أكرر نفس الشيء اللي قلته قبيل، ولكن خليني نحترم المشاهد ونقول بأنه الجزائر تعيش أزمة منذ سنوات وليس فقط اليوم، وأزمتنا في الحقيقة هي أزمة شرعية سلطة، وأزمتنا أيضا ليس هناك كفاءة تسير شؤون هذا البلد، لأن الشيتا أعمت صراحة كل من هو مسؤول على هذا البلد في اختقاء الخبرات والكفاءات التي بإمكانها فعلا أن تقدم لنا المقاربات التي تستطيع أنها تخرج هذا البلد من أزمته. هذه واحد. اثنين هو أنه الآن إدارة الظهر للأزمة الأولى في البلد هي الجزائر بلا رئيس. نعم. وهذه الأشياء لا أعتقد أنه واحد يقدر أنه يغلطني فيها إلى غدك. ونظن بأنه الخطاب الذي يقدم الآن من طرف يمكن سميه الوزير الأول اللي قال ليس له خاتم سليمان، لكن لديه خاتم من ذهب، وإذا كان اللي يدير شغل السياسة يعرف ماذا أقصد. شوف الفساد أين ينمو، أين ينمو الفساد، البيروقراطية أين تنمو، في الدول الدكتاتورية والقمعية الأوليغارشية. والجزائر حالة مجسدة فيها هذه القيم تاع الأوليغارشية، وهذا لماذا؟ لأنه فيش دولة مؤسسات. وأكبر لا. دليل الله يخليك الأكبر دليل هو عندما الأخ من نائب رئيس المجلس الوطني يتكلم على الرئيس، هذا الرئيس لم يزر في يوم ما مؤسسة البرلمان، لأنه يعتقد أن هذا البرلمان ليس برلمان، لا ليس مشكل من كفاءات ولا من كادرات قادرة أن تناقش. مريم لما تقول لازم قانون المالية يمشي للبرلمان، طيب من يناقشه؟ هنا شفنا التقرير الذي قدمه. نعم. حول الكفاءات في هذه النقطة سيد معاذ بوشارب، إن كنت تسمعني. نعم. أنا معك في هذه أحمد. في هذه النقطة بالذات البعض ينتقد أداء الهيئة التشريعية، يعني شفنا أنه الجزائر مرت بالعديد من المحطات الصعبة خاصة في الوضع في المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، لم نرى الأفلانة والأرندية وغيرها من القوى السياسية الحية تطلب نقاش علني حول مسألة ما. لماذا ربما البرلمان مغيب أو غيب بنفسه عن أبرز مشكلات الجزائريين؟ لا أعود فقط إلى مسألة الشرعية ومن دون الشرعية. حينما نتكلم عن الشرعية علينا أن نتكلم بما هو موجود في الواقع. شرعية الرئيس هي شرعية لا غبار عليها، لا غبار عليها بفعل انتخابات جرت وصدق الشعب وقضي الأمر، حتى لا نعود في كل مرة نتكلم عن شرعية الرئيس والرئيس غائب وما إلى ذلك. الرئيس مصوت عليه من طرف الشعب الجزائري بأغلبية مريحة وهو الآن رئيس الجمهورية. حينما نعود إلى المجلس الشعبي الوطني، المجلس الشعبي الوطني يضم الكثير من خيرة أبناء الجزائر، حتى لا ننقص من دور البرلمانيين أو من قيمة البرلمانيين. كثير من الناس يتحدثون وكأننا في 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 في, في دولة غير الجزائر. إذا ما حضر الأستاذ المحترم الذي تكلم عن البرلمان وكفاءات، البرلمان فيه كثير من الكفاءات من دكاترة ومن أساتذة، وهم تماما يتحدثون بنفس اللغة التي يتحدث بها الأستاذ. علينا أن لا ننقص من شأن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة وغيرها من المؤسسات الدستورية،
لأن هذا الإنقاص هو إنقاص من الجزائر في حد ذاتها. وعندما نتكلم عن طرح الانشغالات الكبرى، البرلمانيون في كل مرة يتكلمون بصوت مرتفع لا حياء فيه، يهدروهما رؤوسهم مرفوعين من دون حشمة، وقالوا بضرورة ترشيد الإنفاق، بضرورة محاربة الفساد الذي ضرب أطنابه في بعض الدوائر، وخص بالذكر قضية سوناطراك وقضية طريق السيار وما إلى ذلك. البرلمانيون دافعوا بكل ما أوتوا من قوة، ولكن القوانين واضحة، حينما نريد أن نطبق قانون نطبقه. نحن في العهدة السابقة فعلنا لجنة مراقبة، أو ما يعرف ب فعلنا لجنة من أجل البحث في خلفيات ارتفاع أسعار الزيت والسكر، ووصل تقريره إلى رئيس الجمهورية، وقام البرلمان بدراسة معمقة لكل الجزئيات التي تتعلق بهذا الأمر، وكان العمل ناجحا جدا. إذن علينا أن لا نقزم من دور بعضنا بعضا، لأن الإنسان حينما يكون في المجلس الشعبي الوطني يعرف ويعلم علم اليقين بأن العمل البرلماني ليس بالشيء الهين، وليس بالشيء الذي ننقص من قيمته. إذن فالبرلمان بغرفته يدافع عن المصالح الجزائريين ويقول دائما كلمة حق، وعلينا أن نعود إلى التسجيلات موجودة لتدخلات. في هذه النقطة بالذات ابقى معنا، ربما لدى مريم سعيداني ربما تعليق بخصوص تدخلك فقط. الحمد لله أنا راني عايشة في الجزائر، والبرلمان هذا اللي كان يتحدث عليه أنا ما سمعتش القوة اللي كان يتحدث بها البرلمانيين، ولم أراها في الواقع. يعني هذا كل كلام اللي كان يقول فيه هو عبارة عن إنشاء. أما فيما يخص عن شرعية الرئيس والغياب تاعه، يطول الحديث عن هذا. إذا تفضل يعني يجي لهنا البلاطو في كاش نهار نهضروا على شرعية الرئيس وعن غيابه وعن كل العهودات التي قام بها. هو قال لك أنه الهيئة التشريعية لعبت الدور على الأقل في توضيح للرأي العام وحتى لصناع القرار ما يحدث حقيقة في الميدان. أنا كنت نتمنى من السلطة التشريعية كما خرج قانون المالية التكميلي هذا اللي فيه هناك يعني تغييرات عميقة حتى يعني في منظومة الضمان الاجتماعي، ولا في النظام الجبائي والشبه الجبائي، كان يعني تحدث عليه زوبعة كبيرة، لأن هناك يعني تجاوزات كبيرة يعني تكلفة سيدفعها الجزائريين بعد العهدة الرابعة، لأنه قانون مالية تكميلي من أجل إكمال العهدة الرابعة. كنت حابة يعني البرلمانيين ما يقبلوش أن يمر يعني قانون مثل هذا دون أن تحدث يعني زوبعة كبيرة. أما فيما يخص خاتم سليمان، أنا نقول بما أنه يقول ما عندوش خاتم سليمان، أن يعني هناك يعني هذا اعتراف أن هنا ليس هناك استشراف وهنا فشل، واللي يفشل يلزم يحط لي كونت تاعو ويرجع لبلاصتو ويخلي الكفاءة للناس. نعم. أما فيما يخص التنمية أيضا، قال بلي اليوم يلزم ما نديروش نظرة سوداوية للجزائريين ونبداو التنمية. أنا نقول الذي لم يحدث في السنوات السمان لن يحدث في السنوات العجاف. الشيء اللي ما قدرتوش يعني تتحقوه الجزائريين، وسعر البرميل كان ب 120 دولار، لن يتمكن النظام الحالي من القيام به، ونحن نعيش يعني نعم. نحن على ابواب سنوات العجاف. سي معاذ بوشارب. نعم هي تقول أنه ما تقوله الحكومة هو مجرد ذر للرماد في العيون، أن الحكومة التي عجزت طوال سنوات البحبوحة المالية في إنهاء عهد اقتصاد مبني على الريع البترولي ستعجز في هذه الظروف الصعبة ربما عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الجزائريين. هي ليست بظروف صعبة كما يتصور البعض، ظروف صعبة إلى حد أن هناك كارثة ستحل بالبلاد. الأمر لا يعالج بهذا الشكل، وعلى المعارضة أيضا أن تنظر إلى الأمور بما هو موجود، لأن المعارضة الآن تعارض من أجل أن تعارض، لأنه الأخت عليها أن تعلم بأن رئيس الجمهورية يبيح له الدستور أن يمضي بأمريات رئاسية كل ما جاء بين دورتي البرلمان. هذا أمر متعارف عليه وهو أمر قانوني يجسده الدستور الجزائري. أما النظرة هذه التي يرى أصحابها بأن كل شيء قاتل، كل شيء أسود، كل شيء غير جيد، فهذا أمر أظنه أمر لا ينبعث من نفوس تريد الخير لهذه الجزائر ولهذا الوطن، لأن الأمر هنا يتعلق
بتسيير دولة وليست سير بلدية. الأمور الآن ستعود إلى نصابها إن شاء الله إذا ما توفرت نيات الجميع، نيات المعارضة ونيات الموالاة من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن ومن أجل تجسيد نظرة جديدة واستشراف لمستقبل واعد لأبنائنا وأبناء شعبنا. نحن لا نقوم بالإنشاء كما قالت الأخت الكريمة، لأن كل شيء في إنشاء فيه ابتكار. عليها أن تعلم علم اليقين بأننا نمد أيدينا لجميع الخيرين في الجزائر من أجل الوقوف على المطبات التي وقعنا فيها، عن السقطات، عن عدم الاكتراف لتوزيع المال العام، ونعالج الأمور بموضوعية من أجل النهوض، من أجل النهوض بهذا الوطن وبهذا الشعب. حينما كانت الدولة تدعم في ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية الكبرى، كان كثير من هذه المعارضة تزكي هذا العمل وتقول نعم للعيش الرغيف للجزائريين، نعم للزيادة في الأجور، نعم للإنفاق من أجل عيشة كريمة للجزائريين. وبعد ذلك تنقلب هذه المعارضة كلما حلت أزمة في الجزائر وتقول بأن كل شيء أسود، الدولة تبذل الأموال. هذا أمر لا وصلت الرسالة السي معاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. لكن قبل ذلك، قبل أن نودعك، ربما مريم عندها تعليق باختصار فقط. باختصار يعني أنا يعني ما نسمحش لأي أحد يعني يشكك في الوطنية تاعي بما أني في المعارضة، لأن كان هناك تشكيك في الوطنية. يا أخت مريم، لا أحد يشكك في وطنيتك. أنا ما شككت في وطنيتك، لم أشكك في وطنيتك. عبارتك تحملني ماذا نعم. أقول أنت من قلت أن هناك نظرة المعارضة سودانية، أنت من قلت بأن هناك إنشاء. أنا أعلق فقط مثل ما كنت تعلقين. معليش. ولا يحق لي، لست أنا من يشكك في وطنية الجزائريين. أنا ما شككت في وطنيتك، أنا أعطيت يعني رأيا. لو سمعت كلامك تقول فيه تشكيك في الوطنية نتاعي. لا والله ما في تشكيك، ما في تشكيك. معليش. أما فيما يخص أن المعارضة يعني تعارض من أجل المعارضة، يعني إلى حد علمي أن المعارضة لا تشارك في صناعة القرار، وليس لديها يعني مؤسسات الدولة في يدها من أجل أن تقوم بالحلول. أما فيما يخص أننا نرسم يعني لوحة سوداوية للجزائريين، هذا رأي تاعك. الحقيقة هو أن الجزائر اليوم في وضعية صعبة للغاية، وحنا هنا الرسالة اللي حبينا نقولها المواطنين. المواطن ما يلزمش دائما يقعد كمتفرج، المواطن لازم ياخذ بزمام المبادرة. المعارضة راهي تقوم بالدور تاعها، ولكن ما عندهاش وسائل الدولة من أجل يعني التغيير. لذلك المواطن حتى يعني في حياته اليومية يجب أن يغير الواقع نتاعو بأعمال بسيطة، كل على حسب المحيط اللي عيش فيه. احنا كنا في السمانة اللي فات يعني في يعني باختصار رجاء في يعني في حي سوريكال في باب الزوار، راينا ان بعض المواطنين يعني حتى ما يدخلوش الاولاد تاعهم في وضعيه مزريه، لان المدرسه تاعهم كانت يعني في وضعيه ماشي مليحه. هما قاموا بصبغ المدرسه وبتغيير المحيط المدرسه من اجل يعني ان اولاد تاعهم يروحوا يقراوا في محيط ملائم للدراسه. نعم. وصلت رساله سي اسماعيل معرف في هذه النقطه بالذات، برايكم هل الحكومة الحالية ستواصل ربما سياسة شراء السلم الاجتماعي عبر العديد من الملفات، خاصة أنه البعض يتخوف الآن، هناك قانون صحة سينزل قريبا للبرلمان، مجانية العلاج ربما في خطر، العديد من الملفات مطروحة الآن. شوف فيه مرحلة حتى في قطاع السكن، يعني آخر تعليم الوزير السكن إنهاء عهد الاستعجالية في إنجاز المشاريع. خليني فقط نأخذ شوية وقت، لأنه المواطن لازم يعرف أنه الآخ دخل، وانا نتفهم يعني الموقف نتاعو، لانه تعرف لما تولي تدي 40 مليون في الشهر مستعد انك تقول انه الجزائر هي امريكا والجزائر هي استراليا وهي كذا الى غيره. عادي يعني تحولنا ان في ناس يحبوا الجزائر كما احنا نحبوها، لان نحبوها صح، حبينا ان البلاد هذا اصبح اجمل بلد، وفي ناس يحبوها لان تدفع لهم. لو تتوقف ان تدفع لهم يعاودوا يرجعوا للمعارضه. انا نتكلم لك كخريج الجامعة الجزائرية، لكن أوكي. بخصوص سياسة الدولة، سياسة الدولة مريم. أولا ليس هناك استراتيجية. قبيل مريم تقول لا يعني هناك رسم معلم، هناك لقاء سلان دولة الجمهورية، هناك تحرك. يا رجل شوف، كاين فيه مسألة اضطرارية، وفي مسألة أنك كيف تأخذ إجراءات اللي هي باش أنك تبقى أنت في الحكم، وفيه سياسة واستراتيجية استشراف لإنقاذ بلد، ومش بالضرورة أن نكون أنا ولا تكون مريم ولا تكون أنت في هذا الدولة.
ممكن أنه أنا نقدم رؤية واستراتيجية وسأذهب وسيأتي لكي يكملوها، لأنه الدول اللي تطورت اقتصاديا وكل شيء هي دول اللي بنات دولة مؤسسات مش دولة أشخاص. احنا اليوم أصبحنا مع مزاج تاع أشخاص، يتكلم سلم، يتكلم أويحي، يتكلم إكس، يتكلم إجراجي لغديك، وشأن العام أين هو؟ أين هي كيف يقولوا اسمه الوضوح بالنسبة للرؤية حتى من السياسية واقتصادية؟ يعني تصريحات ويحيى خالفت ربما تصريحات الوزير. أنا نعرف حتى اللي يخدموا في هذا اللجنة اللي يتكلموا فيها إلى غدا، ما كاش دستور وما فيش تعديل دستور فيه لأنه حتى تعرف لما يكون نظام مبني على الأوليغارشية والديكتاتورية والقمع، لازم يعرفوا الجزائريين بأنه اليوم إذا كان وصلوا لهذا الوضع فهو السيلونس، الصمت تاع هذ الجزائريين، فما يلوموش الا انفسهم، لانه اليوم الناس اللي استعبدونا وحولونا الى قطاع قطيع، حولونا انديجان مثل ما عمل الاستعمار الفرنسي، واستاثروا بخيراتنا، لانه في اللحظه الان اللي يتكلمون على التقشف. اوكي، تعرف كاين 7 صناديق سياديه، منها صندوق يخلص جماعه البرلمانيين باش يهضروا وباش يمولوا، نعم باش يمولوا باش يمولوا باش يمولوا، كاين صندوق ضبط الايرادات، هذا على بالك عمره ما تقدم للبرلمان ولا تناقش ولا عندنا رأي عليه، وهذا تقريبا كان يأخذ لما يديروا السعر المرجعي مثلا بالنسبة للميزانية كذا، والفارق كله يمشي، فما يقول لك دعوة مساند الشعب الصحراوي الفلسطيني وكذا، وهي كلها تبييض، هي كلها تبييض أموال، هي كلها تبييض أموال، لأنه اليوم لما نشوف بالاجتماع للولاد تعرف وش معناه؟ معناه أنه هذا النظام أثبت صح بأنه ديكتاتوري وقمعي، رمى الكرة في مرمى وضعهم في المواجهة، لأنه لا يعترف لا بالكفاءة ولا بالناس اللي قادرين. أنه طيب مثل شو جبتوا اللاعبين تاع كرة قدم اللي هم جزائريين وعندهم جنسية فرنسية واستفادوا وحقونا نتائج ومش عارف واش، فجيبوا ذني الكفاءات العلمية اللي هم جزائريين وداو جنسية. سلال يعني دعا إلى لقاء للخبراء. شوف يا رجل، النية مش سليمة. إن هؤلاء أنا أقول لك صراحة هي عقلية المافيا الآن يتصارعون فيما بينهم من أجل أنهم يكمل هذا التدمير، هذا ما تبقى إلى غد. سأعود إليك، سأعود ربما لمعاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والقيادي عن حزب جبهة التحرير الوطني. يعني باختصار فقط سي معاذ، ربما الجميع يترقب الآن أي سيناريوهات مطروحة سياسيا، خاصة أنه البعض يتحدث عن صدام بين الأفلان والأرندي حول مسودة تعديل الدستور، حول الحقائب الوزارية، حول ربما حتى صدام بين قيادات هذه الأحزاب ورئيس الحكومة. هل تعتبرون ما يثار مجرد ربما زوبعة في فنجان، أنه أم أنه هناك حقيقة إشكال أو أزمة صامتة بين الأفلان الأرندي والجهاز التنفيذي؟ نعم، أعلق فقط قليلا على ما جاء على لسان الأستاذ الذي معك في طلاته حينما يقول بأن النواب يأخذون 40 مليون، هذه كلها مهاترات لا أساس لها من الصح أولا. ثانيا، نحن حينما لم نكن نوابا كنا نشتغل تماما كما يشتغل الأستاذ وتشتغل الأخ ويشتغل باقي الجزائريون. لا، صندوق في صندوق يمول كل ما تأخذونه من, 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 من خزينة الدولة، وهو على اعتقد انه 30 مليون و 40 مليون كيف لا يوجد صندوق يا استاذ. لا، في موجود صندوق، سبحان الله، انا محامي واعرف جيدا المجلس الشعبي الوطني عنده الاستقلاليه الماليه، نحن عندنا ميزانيه خاصه بالمجلس الشعبي الوطني، لا صندوق ولا هم يحزنون. الصندوق هو عباره عن ميزانيه، انا رجل قانون، ميزانيه خاصه بالمجلس الشعبي الوطني وليس صندوق. حتى نبقى في الموضوع معاذ بوشارب، ربما مساله اجور النواب موضوع اخر في هذه النقطة بذات. حتى لا نشكك في نوايا الناس، نحن نعرف بأن هناك الكثير من الناس جاءوا من طبقات فقيرة وضعيفة وناضلوا حتى وصلوا إلى هذا. وهناك أيضا يعني حتى يعني هناك نواب محامين، هناك أطباء، هناك دكاترة. طبعا هناك أساتذة، هناك دكاترة، معظم النواب الآن هم خريجو الجامعة وهم من يشتغلون داخل الحرم الجامعي، إذا لا نقلل من شأن هؤلاء الناس. حينما أعود إلى النقطة الثانية التي تكلمت عليها وتتعلق بصراع الأجنحة بين حزبي السلطة كما يحلو للبعض تسميتهم، نحن في حزب جبهة التحرير الوطني من حقنا أن نأخذ كل الحقائب الوزارية أو معظمها، لأنه هذا حق من حقوقنا، لأن الشعب أعطى لحزب جبهة التحرير الوطني ومن حقها أن تأخذ حصتها كاملة غير منقوصة داخل الجهاز التنفيذي. أما فيما يخص الصراع، هناك مبادرة قام بها الأخ أحمد أويحيى ومبادرة أخرى سنقوم بها في حزب جبهة التحرير الوطني،
نحن نريد أن نشكل مجموعة وطنية قائمة على أساس ثابت من أجل النهوض بكل الجوانب، الجانب السياسي الذي فيه كثير من الخلل وفيه كثير من الزلات. هناك من بعض الأحزاب السياسية من لا يفضل إلا السباب والشتم وما إلى ذلك، هناك من الأحزاب السياسية من يعارض من أجل أن يعارض، هناك من الأحزاب السياسية من أتت عليه عاديات الزمان فأصبح لا يدري ما يقول. نحن الآن أمام وضع سياسي صعب جدا، علينا أن نعود بالصناديق، صناديق الاقتراع داخل الأحزاب السياسية وإخراج زبدة الشعب من أجل القيادة السياسية لهذه البلاد. نعم. هذا أمر نحن نزكيه في حزب جبهة التحرير الوطني وندافع عنه، ولنا في ذلك تجربة حميدة وطويلة جدا، وقد وصلنا إلى قناعة بأنه لا بد من تنقية الساحة السياسية بما يخدم مصالح المواطنين دون سواهم. معاذ بوشارب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والقيادي بحزب الأفلان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعود إليك مريم، ولو باختصار لأنه عمر البرنامج قد انتهى، يعني استمعت لوجهة نظر قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني نائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وكأنه الأفلان أعاد أسطوانة أحقية حزب الأغلبية ربما في الحصول على غالبية الحقائب الوزارية. اعتراف على أن هناك لا ليس دولة قانون، إذا عندك أغلبية برلمانية وما عندكش أغلبية وزارية، هنا اعتراف أنك في دولة ماشي دولة حتى دولة قانون. حتى يعني كان موش حزب المفهوم، يعني حتى في إطار يعني في إطار يعني رئيس أمر واقع وفي إطار برلمان أمر واقع، الأمور لا تجري على حسب يعني المنطق الأمر الواقع. يعني هذا اعتراف على أنه ينشط في دولة لا قانون، هذا ما نقدر نقول. وإذا نقول لك حاجة، يعني وأعتقد أنه حتى الأفلان، لأنه الأفلان حزب باختصار فقط عزيز على قلوبنا، لأنه فيش واحد في الجزائر ضد الأفلان، ولكن ضد الأفلان لا، هذا الأفلان الموجود الحالي اللي هو تقريبا البراميل هذه اللي موجودة فيه وتحكم هذا الأفلان وحولاته صراحة إلى مجرد أداة في يد أشخاص. لأنه حتى الأخ يعني أنا أنت وأنت فهم، لأنه تعرفي في النظم الدكتاتورية المال الوسخ يلعب بالعقول، وتكلم أساتذة ودكاترة وكذا، لأنه يسأل الأستاذ والدكتور وكذا يلغى الحقيقية، هو اللي ناظم لجل الحق من أجل بناء بلد، مش أنه يبيع نفسه من أجل منصب نائب في البرلمان أو حتى وزير. انتهى وقت البرنامج. إسماعيل معرف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، مريم سعيداني عضو المكتب السياسي لحزب جيل الجديد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك إسماعيل معراف. الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدي القناة الإخبارية رقم واحد بالجزائر. موعد يتجدد الأسبوع القادم مع ملف آخر. أطيب المنى وإلى اللقاء.